الفيلم هذا وين يعرض توا بور لو مومون؟ توا يتعرض في تونس كامله معناتها موجود في 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 برشا قاعات تنجموا تمشيو فيسبوك تلقاو على الباج نتاع الفيلم الباج نتاع الفيلم وقاعدين ندورو في لي ريجيون توا قاعدين ندورو عندي مازا بورقيبه ان شاء الله نهار الاحد هذايا باش نمشي انا والمنتج عماد مرزوق باش نقدموا الفيلم باش نعملوا ديبا زاده كيف كيف وقاعدين باش نعملوا دوره معناتها باش نرجعوا ندورو بارتو شوفوا البوندانوس مع بعضنا قيس سارة تشوف تشيرز موضوع صغير موضوع ما حكينا فيه وفين قصد بيه وما قليش من اللي بدي الكونفينمون مش عاجبني مش انا اللي ما خليتكش تدخل الكرب وهو قال ما كنتش اللي خبي عليها وابصر للراحة يا حمزة بديت في الخطة الأمور ماشي كما حبينا اختصار قصة الفيلم باختصار والله قول انت خير قول انت قصة الفيلم شو يحكي فيه قصة قصة الفيلم ناس ما فماش قصة راهو لا 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 فما قصة لا فما قصة وفما احداث وفما تطور في الاحداث لا 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 ان كوبل في في الكونفينمون تصير وقت اللي احنا نعرفوا في تونس تقطع الدواء دونك هو عنده مرض سبيسيال ماش كان تحب تقول اللي بسيكوتيك دونك تقطع عليه الدواء ونشوفوا كيفاش كيفاش نقولوا الاحداث تمشي وتتعقد تمشي وتتعقد لين مخاطر اون فات كي تجي باش تحكي تحكي تولي تحرق حاجات في الفيلم دونك لا ذاك علاش باختصار انا مسالش فوالا هي راهو كي تجي تشوف الداخلين هي قصه هي قصه حب قصه حب, قصة حب ما بين في كوبل اللي عايشين عزلة في الكوبل نتاعهم ما بينات بعضهم على خاطر الزوج عنده مشاكل وفوق من هذا عزلة عزلة الحجر الصحي الكونفينمون معناتها حبينا نعملوا فيلم اللي ما يكونش فيه حتى مسافة مع اللي عشناه وقتها جينيرالمون نحن كي نعملوا في السينما نصوروا افلام ونقولوا بعد 3-4 سنين نشوف كيفاش عشناها الحكايه هذيك وكل شيء احنا ما حبيناش نعملوا هذا بالكل حبينا نصوروا الفيلم في وقت الحدث وقت الكونفينمون ودايور حتى تو انا كي نتفرج الفيلم نبت شويه نقول انا ديجا شفته بعد عام ونص خاطر ما حضرتش كيف هو على المونتاج وكل شيء كيف تفرجت خرجت ايمو معناتها عشنا اون بيريود تري انتونس في وسط في وسط الكونفينمون وين بالحق اون افي با دو فيزيبيليتي الدنيا كل واقفه معزولين على العالم معزولين على ارواح معناتها حتى على عائلاتنا يافي دو لانغواس يافي برشا خوف يافي ان تو معناها وكل واحد فينا كيفاش كومون الى جيري سا والحاجه الذكيه اللي عملها نجيب وقتها اللي حب يخدم اشو يخدم الحكايه في وقتها يمكن كان صورناه بعد عامين ما نلقاوش حاجات كيما ما يكونش كيما نواري بلون
فماش ما نجمش نصور انا زي ما عندكم حق الكولور. لا 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 هذه شوا ارتستيك هذا اختيار فني. شيء ارخص كي تصور. لا 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 ارخص لا ارخص لا اغلى. الكاميرا موجوده وكل شيء وصورناه بكاميرا صغيره اللي هي 5 دي معناتها صورناه بكاميرا اكثر نتاع تصور اكثر منها كاميرا نتاع واحد معناتها فريمون خدمناه باللي موجود. شوا ارتستيك بيان سور شوا ارتستيك كتيبه معينه اي كتيبه معينه في السينما عندها يعني معنى اخر. اي لطفي وقت اللي انت تعرف روحك اللي الفيلم هذا لازم يتصور في ديكور بريسك في ديكور دارك وخارج دارك وكل شيء واللي ما عندكش تمويل وما عندكش وسيت فيلم اللي بوزوان فيتال كبير ياسر باش انك تصوره راه ما تنجمش تكتب نون بلو انت ماشي نيويورك باش تصور في نيويورك وباريس ونعملوا فيغوراسيون وكل شيء لازمك تصور فيلم حسب الحكايه اللي تحب تحكيها واي زاده حسب الموان اللي عندك.